ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك كمان في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. والفيديو النهارده ريفيو عن كاكاو من شركه فود ميكرز. الكاكاو ده كان يمكن اول نوع كاكاو انا اجيبه واستخدمه لما جيت السعوديه. عموما بصراحه حلو جدا جدا جدا، ممتاز جدا. هوت شوكليت كاكاو باللبن، يسموه زي ما تسموه، رائع جدا. في منه اللي هو الفاتح، اللي هو الكاكاو الفاتح، وفي منه اللي هو الكاكاو الغامق الدارك. الفاتح شويه بيكون ممكن يكون فيه نسبه سكر بسيطه، لكن الغامق بتحتاجي ان انت تضيفي له شويه سكر، ان بيبقى فيه سنه مراره كده للناس اللي هي بتحب الحاجات المره. في المجمل هو حلو جدا، بيمشي معاكي في المعجنات، يمشي معاكي في الكيكات، زي ما قلت لك مشروبات، رائع جدا جدا. وكمان سعره مش غالي، يعني انا بجيب العلبه دي بتكون 125 جرام، بجيبها من محلات الخمسة ريال. فموجوده برضو في السوبر ماركت لو انت عايزه، بس يعني اوقات بتبقى في السوبر ماركت سعرها اعلى من سعر محلات الخمسة ريال. فانصحك جدا ان انت تجيبيها وتجربيها، هتعجبك جدا جدا. وبس، شكرا ومع السلامه.